حبيبي حبيبي. هذا عم يدعي له لهلا. اوكي لحظة، ما فينا نتأثر هالقد. ماما عم تبكي وانا عم تبكي وكريس عم تبكي ونحن بعدنا بتاني كيس، بعدنا بتاني كيس. اوكي لحظة كيكي. وين تيتا؟ وين تيتا؟ اوه طلعت تيتا. هلو تيتا، هلو انتوني. شو هول؟ كتير حلوين عم لعبوا لماربي. هاي سوبر فاميلي. يي يي، وين صوتك؟ بروح وبيجي وحده. يا الله يا الله، بركة زوجك عم بيصلي. مين؟ زوجك. ايه اكيد عم بيصلي. هلو بابا. يا عمي لك هيدي لمارفل بابا جان. 3 2 1 بوم. كيفكم سوبر فاميلي؟ زعلانين؟ ضايقين؟ مشتاقين؟ لو شو ما بكون انسوا مشاكلكم انسوا همومكم لانه انتو سوبر. فكرة فيديو اليوم رح نروح انا وكريس وفادي هلا على محل نشتري 100 برجر. كريس تعي بحدي ونروح نوزعهم بالسيارة على الطريق، يعني نرجع نجي ناخد ام توني ومارفل معنا بالسيارة نحطهم ونروح نوزعهم على الطريق. اوكي سوبر فاميلي، بدنا نقلكم شيء وحطينا الكاميرا هيك بهيدا الانجل ليكون الجو كوزي وعم نحكي معكم من القلب للقلب. ما قولنا ارى كومنتات على هيدا الفيديو تقولوا لنا انه اللي بيعمل خير مش ضروري يصور. انا بدي اقلكم شغله انه نحن كسوبر فاميلي مش عم نعمل هيدا الشيء لنصور، نحن عم نعمل هيدا الشيء بحياتنا العاديه. نحن برات الكاميرا كل واحد منا ومنكم اكيد بيعمل قصص بحياته وما بيصورها وما بيوثقها وما حدا بيعرف فيها، بس نحن لما بناخذ قرار نصور هيك فيديو او اخذنا قرار الدليفري واخذنا قرار اليوم نوزع 100 برجر قدام الكاميرا، نحن الفكره تبعنا والهدف تبعنا تو انسباير مثل السواتشيرت تبع فادي، نلهم نخلي الناس يمكن تنتبه تنبسط باللي عم نعمله، خاصه انه فادي معنا في كتير كمان اشخاص اطفال بيحضرونا، فخلينا نكون كمان نعطي افكار ايجابيه وطاء ايجابيه انه ييلك سوبر فاميلي شو عملوا، فيمكن واحد هو مع حاله كمان يصير يحب يعمل هيك، يحب يقدم، يحب يعطي شيء من نفسه. فنحن عندنا شك انه كلكم بتعملوا اعمال خير مثل الكل يعني، بس نحن عندنا اوبورتونيتي انه نصور هيدا الشيء مثل ما بيقولوا تو انفلونس او لنلهم او لنلفت نظر اشخاص معينين ينبسطوا انه ييلك شو حلو نحن كمان فينا نعمل هيدا الشيء. فهيدا الهدف من هيك فيديوهات، اكيد مش الهدف انه نحن نعمل خير ونصور الاشخاص. ومثل ما قلت لكم الشخص اللي ما بحب او رح يقول لي انه لا انا بفضل ما اطلع على الكاميرا، نحن كثير رح نحترم هيدا الشيء، يا اما رح نشيل المشهد من اساسه يا اما رح نغطي له وجهه. نحن هلا وصلنا على الريستورانت وتوني رح يعمل الاوردر. كان في منكم عم يسالوا قد ايه حجم 100 برجر، يعني اذا شي مره اشترينا 100 برجر وحطيناهم حد بعض، هيدول هن 100 برجر ب 50 كيس. اوكي يلا رايحين نحن هلا رح نحطهم بالسياره ونروح لعند جيب ام توني ومارفل. مارفل ونوزع. سوبر فاميلي، نحن هلا كلنا صرنا بالسياره، جبنا ام توني صارت معنا ومارفل، مارفل نايم مثل العاده من اول لحظه بيطلع فيها على السياره بيخفى ما في مجال. كلنا بالسياره وانطلقنا هلا بالمغامره تبع رحله توزيع الميت ساندويتشات. بدكم موزعين البرجرز كلهم، موزعين البرجرز كلهم بالسياره مجمعه شوي هون عند كريس، في شوي ورا، في فادي حاطط حده بالصندوق مش مبينين. في ولاد هون. في ولد. صباح الخير. جينا واحد برجر. عندك مشكلة نصورك؟ تفضلي. يلا هيدا غداك. صحتين. في حدا قاعد على الأرض. ليك رح انزل بالسيارة خليكي. زلمة كبير. خذ له كيسين. ايه خذ له كيسين. يلا.
حرام والله. بعده عم يدعي له لهلا. اوكي لحظة، ما فينا نتأثر هالقد. ماما عم تبكي وأنا عم تبكي وكريس عم تبكي ونحن بعدنا بتاني كيس، بعدنا بتاني كيس. اوكي لحظة كيكي، بعد عنا 48 كيس بدنا نعطيه. خلص خلص طف. في واحد برمي في واحد هون عم يكنس الأرض. ماما نعم. ماما انزلي أنت وفادي. يلا يا حبيبي يلا انزلي أنت وفادي. برافو يا حبيبي. شوف بابا مبسوط يا دادي. ايه يا حبيبي مارفل واعي كمان. مبسوط يا دادي. اوكي سوبرز عم بتخانق انا وتوني. في زلمه واقف قدام عم ببيع اغراض للاي سي. انا عم بقول له بنعطيه، هو عم بقول لي لا ما هيدا زلمه عم بيشتغل يعني عم بيطلع مصاري، خلينا نعطي اللي ما عم بيطلعوا مصاري. قلت له انه هيدا زلمه شو بيطلع اصلا مصاري، انه حرام اكيد بنعطيه. نحن بكل احوال اللي شفته هي فرحنا هلا لفينا ترجع لي. ما لفيت لك يا حياتي، هلا رح نوصل عند زلمه ورح نعطيك تكرم عائلتك. كان لازم خبر سوبرز عن اللي عم بيصير. طيب انا قلت انه عم يشتغل يعني علي كريس بنظر انه شو عم بيطلع علي طلع. خلص تكرم عينك يا حبيبي ما عندي حق. دقيقه بنوصل له ورح نعطيه بيرجل. هلا بالشفا. بسطتيه؟ ايه ما صار. بس بعتقد صورت له وجهه. برب تخبر عليه؟ ما سالني. ما سالني ما نحن ماشيين على الطريق. لا رح احط له بكل الاحوال بلور على وجهه لانه اصلا ما سالني. ايه في زلمه قاعد قدام شوي عم ببيع ليمون حامض، بدي انزل اعطيه برجر. خليني اقرب لك بس شوي السياره واعطيني الكاميرا. بدك تجيب بالون؟ بدك تجيب بالون ولا بدك تعطيه برجر؟ طب يلا نزل لعند. مساء الخير. عندك مشكلة نصور؟ نعم. عندك مشكلة نصور؟ لا. تمام؟ يلا ابني بده يجيب من عندك بالونة. يلا يا بابي. توني حبيبي تنزلي انت في ست قاعده أكيد. هون على لا رجال يلا تنزلي يلا. احنا راجعين اريير هلا لانه شفنا حدا زلمه عم بشيل اكل من الزباله. تنزل توني اعطيك كيسين مش كيس واحد. كلهم على جنب. ايه هيدا الزلمة معي؟ اعمل لك يا ماما اعمل. انا والصف انا والصف. اوكي نفس المشكل اللي عملناه مع الشخص اللي كان معه كفرز الاي سي، انه في ست هلا كمان قاعده عم بتبيع فخار على الطريق. انا عم اقول لك لسه عم بتبيع. انا هلا نازله اعطيها مفن. طب اوكي لحظه طلع معه ولد بدك تعطيها مفن؟ ايه
لا ابن تا ابنة ما بعرف. بيبسي كيكي. ما رح اقرب كتير كرمال ما كمان بين وجه او وجه ابنه. رح صور شوي، رح صور بس من بعيد. مش مبسوطة. سوبرز. اوكي هذا كان نحنا نهارنا. الشمس راحت، عتبت الدنيا. بدي اقول لكم شغله كثير مهضومه، انه ام توني في ولد صغير كثير اثر فيها، فراحت نزلت له كيس اكل عطيته اياه، بعدين رجعت على السياره اخذت كيس ثاني. كيس ثاني؟ بعدين كيس ثاني. كم كيس تاعت ميراي اعطيتي لهذا الولد؟ ستة. اوكي، ستة كيس عطيته، عطيت للعائله كلها. والمشكله لما سالته قلت له عندك مشكله نصورك؟ قال لي نعم. كان كثير خايف، حرام كان خايف. للبابا ما بخلي. ايه للبابا ابصر، ما بنعرف شو ظروفه. اكيد عنده ظروف. ما بدنا نحكم على حدا، ما بدنا نحكم. خلص بس يعني انا عصبت يعني صراحه من الموضوع، زعلت على الولد يعني الصغير. المهم ام توني عملت الواجب، منيح ما اعطيتي السياره ماما. رايحه جايه كنت، منيح ما اعطيتي. حرام يا ماما. كان يومنا كثير حلو، كان مليان ايموشنز، مليان ايموشنز، بكينا ضحكنا فرحنا انبسطنا. فادي قري بابي خبرنا، انبسطت؟ انبسطت بابي بالفيديو؟ نعم نعم انبسطت. حبيت؟ نعم. حبيت انك اعطيت برجر كمان للناس؟ نعم. بدي لكم شيء، يلا بدي لكم القناه وفعلوا الجرس. اوه اوكي فادي، لكن بقول لكم فادي انه ما تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس، ونحن وي لاف يو. احضروا فيديوهاتنا الثانيه، بنحبكم كثير، بنشوفكم فيديوهات كثير ثانيه، بوسات كثير. باي.